فقدان طبيعة الحال مفجئ مأساوي، رحمة الله عليه، فقدان لرجل دولة متميز، فقدان لعائلته السياسية ولكل مكونات يعني المجتمع السياسي وللمملكة المغربية رحمه الله. حقيقة هذه فجعة كبرى، لأن السي عبد الله رحمه الله كان كيلعب واحد الدور أساسي في هذه المرحلة التي يعيشها المغرب. أنا تعرفت عليه هذه 30 سنة واشتغلنا جميع في البرلمان على جميع المستويات، وكان دائما في هذه الفترة رجل توافقات، كان رجل اللي كان دائما كيبحث على الحلول الإيجابية، وكان الإنسان اللي كان دائما تيحاول باش يجمع الشمل وباش يصالح الناس، وكان حقيقة رجل وطني ورجل كفء، فخلى فراغ كبير. وما نكتبش عليكم، أنا شخصيا تألمت كثير لأن كنت تنشعر بواحد القرابة بيني وبينه من الناحية الإنسانية. فإنا لله وإليه راجعون. يعني صاعقة في الواقع، خصوصا ما علمت أنه توفي في حادثة في بوزنيقة التي خسرنا فيها منذ شهر تقريبا السي أحمد الزايدي رحمه الله. فوفاة هذا الرجل السي محمد بها وزير الدولة هي خسارة لحزبه محقق، ولكن كان ذلك خسارة لوطنه. فأنا عرفته منذ زمان بعيد، وعرفت فيه الاستقامة والنزاهة الفكرية وحب الوطن والإخلاص للوطن، وحقيقة كان رجل الحوار بامتياز، ورجل يحاول أن يتفهم مع الجميع. بالنسبة للوفاة ديال السي عبد الله بها، بكل صدق ان هذه فجعة كبيرة بزاف ماشي شوية، واللي كان هو كنا تنشتغلو مجموعين، وكانت المعاملة ديالو وحنا في المعارضة ما عمرنا حسينا ولا واحد الجزء صغير كون انه السي عبد الله عنده أعداء أو خصوم، بحيث كان رجل ديال التوافقات، بحيث إنسان اللي دائما الابتسامة على وجهه، وكان رجل دولة بامتياز، رجل دولة بامتياز، بحيث المواقف الصعبة، لأن كلنا تنعملوا السياسة جميع دائما كنا نسمع انه هو رجل ديال التوافقات، رجل اللي تيمكن يصلح ما بين الجميع، وهذا اللي خلى لا الخصوم السياسيين ولا الناس اللي تيشتغلوا وتيعملوا من اجل بلادهم انهم يحترموا واحد الاحترام كبير. فالسي عبد الله مازال تنعاود ناكد انه ما غاديش يتوجد شي سي عبد الله اخر بالشكل ديال السي عبد الله، الله يرحمه وليه برحمه الله، فتنعزوا العائله ديالو. وفاه السي عبد الله بها رحمه الله خساره كبرى لاسرته الصغيره ولاسرته الكبيره، اعني بذلك حزب العداله والتنميه، ولكنه خساره للمغرب قاطبه. كان رجلا فاضلا ورجل حكمه ورجل توازن، وترك بصماته فيما نعيشه، بحيث كان من العناصر الفعالة التي أسهمت في الانتقال السلس لما نعيشه، ولذلك أفضاله حاضرة في التجربة التي نعيشها، تغمده الله بواسع رحمته.
وعزاؤنا جميعا بأن المغرب في وفاة السي عبد الله بها فقد واحدا من أبنائه البررة. شكرا. فقدنا إنسانا ومسؤولا ورجل دولة كبير، أكيد أن مشاعرنا لن تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف الذي نسأل الله أن يلهمه ويلهم داويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويدخل الجنة بغير سابقة عذاب. لكن الأكيد أننا بطبيعة الحال فقدنا رجل دولة كقضاة تعاملنا معه وعاشرناه في لحظات معينة وفي محطات مختلفة، فاكتشفنا أن صمته وحكمته قوة كبيرة وقيمة مضافة لنا كمغاربة، لأنه لم يكن صمتا إلا عن حكمة وتبصر، وكان عندما يتحدث في حقيقة كان يؤكد دائما على أنه رجل المواقف في اللحظات الصعبة. ألمنا جدا فراقه، لكن بالأكيد أن فقده يشكل خسارة للمغرب ولإخوانه وزملائه ورفاقه، وبالنسبة لنا كقضاة حقيقة افتقدنا وسنفتقد رجل حكيم، رجل من طينة نادرة، رجل من زمن آخر. أكيد أننا حقا عندما تتسع المشاعر تضيق العبارة، لا أجد ما كلمات التي تعبر عما نحس به تجاه هذا الرجل الذي بصمته فرض مساحة كبيرة في قلوبنا وفي عقولنا. نسأل الله أن يتغمده بوسع رحمته. خبر رحيل هذا الفقيد تلقيناه كما تتلقى موت الفاجعة، موت الفجأة، لم يخطر على بال أحدنا. وهو إلى الخامسة وهو في الرباط، وعرفناه في الرباط، بعد نصف ساعة يأتي خبر أنه انتقل إلى جوار ربه. لم نصدق بضعف إيماننا، لم نصدق لأننا لا نتهيأ إلى هذا الوقت وإلى هذا الموعد. لكن عندما رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى قيم الغيب ولا قيم الإيمان التي رباها فينا هذا الرجل، لم نملك إلا أن نصدق وأن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا فقد كبير للأمة الإسلامية، بل لا أزعم إن قلت أنه للإنسانية، لما كان يمثله من قيم الانفتاح والإصغاء والأخلاق والقيم، ليس فقط في حركة التوحيد والإصلاح ولا في حزب العدالة والتنمية، ولكنه مع الجميع رضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى. اليوم ها نحن ككل الشعب المغربي وكل الأمة التي يتصلون جميعا غير مصدقين، نودع رجلا عظيما، رجل دولة، رجل دعوة، رجل تربية، رجل توجيه، رجل فكر، وعزاؤنا في الله سبحانه وتعالى. لله ما أعطى، لله ما أخذ. سأل الله سبحانه وتعالى أن تقبله بقبول حسن. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. سأل الله تعالى أن يكرم نزله. سأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حسابه وأن يؤمن كتابه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبوئه مقعد الصديقين والشهداء والأنبياء وحسن أولئك رفيقا. سأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه على طريقه وأن نتبعه غير مبدلين وغير مغيرين وغير مفتونين، لأن هذه الحياة، هذه الموت، هذه الساعة التي تنتظرنا جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.